اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني في حلقه جديده من برنامج في بيتنا مدرسه. حلقه النهارده مخصصه للتعليم الصناعي الصف الثالث تخصص تريكو. احنا طبعا بنكمل سلسله الحلقات اللي فيها تعريف واسراء عن تخصص التريكو بجميع صفوفه، الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث. كنا اتكلمنا في الحلقات السابقه عن الصف الاول وما يحويه من مواد وايه هي عباره عن ايه، واتكلمنا عن هذه المواد، واتكلمنا في الصف الثالث عن المواد اللي هتكون موجوده فيه ان شاء الله. النهارده هنكمل مع بعض بقيه التعرف على التخصص، بس النهارده الحلقه هتبقى مخصصه للصف الثاني اللي هو الصف الاول وطالع الصف الثاني. هنتعرف مع بعض على المواد اللي احنا مفروض هناخدها السنه دي، وخاصه ان احنا عندنا في بعض المواد تواجدت او زادت على المواد بتاعتنا. يعني احنا مثلا السنه اللي فاتت كان عندنا ماده الرسم الفني هي متواجده معانا في صف سنه ثانيه، لان احنا اتفقنا ان الماده دي موجوده اولى وثانيه وثالثه. كان عندنا ماده معدات، ودي من المواد المهمه جدا عندنا في كل تخصص، مش في تخصص تريكو فقط، دي برضو بتمتد معانا في اولى وفي ثانيه وفي ثالثه، لان كلنا عارفين طبعا ان الماده دي هي اللي بتاهلنا لسوق العمل، وبالتالي بتعرفنا على المعدات والالات اللي احنا بنقوم باستخدامها في هذا التخصص او في اي تخصص ايا كان. عندنا كمان ماده التراكيب مستمره معانا من الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث. عندنا ماده الخامات برضو مستمره معانا صف اول صف ثاني صف ثالث. عندنا كمان ماده الامن الصناعي دي برضو مستمره معانا. عندنا ماده الحاسب الالي مستمره معانا في اولى وثانيه وفي ثالثه. وعندنا كمان مادة التخطيط ومادة المقايسات، ودي من المواد اللي زادت السنة دي في سنة تانية. يبقى احنا عندنا السنة دي المواد الأساسية بتاعتنا، ولكن زاد عليها مادتين، هو مادة المقايسات ومادة التخطيط. لما نيجي نتكلم النهاردة عن موادنا دي، احنا طبعا متفقين ان في الصف الثاني زي الصف الاول بالظبط، عندنا حاجة اسمها ترم اول، عندنا حاجة اسمها ترم تاني. طبعا في الترم الاول بناخد نص المنهج، وفي الترم الثاني بناخد النصف الاخر من المنهج. ان شاء الله باذن الله المواد اللي زادت دي زي التخطيط وزي المقايسات مهمتهم كبيره جدا، لان التخطيط هيخليني اعد نفسي للصف الثالث، لان هو بيعرفني عن اهميه التخطيط وعن ايه اللي انا مفروض الواجب عليا او الواجب اتجاه المنظمه بتاعتي، وايه واجب المنظمه اتجاهي اللي هي هشتغل فيها بعد كده بعد الصف الثالث او لما انزل سوق العمل ان شاء الله. فدي من المواد اللي زادت. ماده المقايسات بتعرفني عن الاوزان والتراقيم المختلفه للخامات المختلفه اللي موجوده عندي، ايا كانت هذه الخامات خامات طبيعيه او خامات صناعيه. طبعا احنا اتفقنا ان المواد اللي موجوده في الصف الثاني هنبتديها بماده الرسم الفني. كنا في السنه في الصف الاول لما جينا نتكلم عن ماده الرسم الفني اتكلمنا ان هي بتعلمنا، يعني في بعض الطلبه لما يجوا داخلين التعليم الصناعي يقولوا مثلا احنا مش عايزين نخش قسم زخرفه، عايزين نخش قسم طباعه، عايزين، يعني بيختاروا ما بين التخصصات او بيتم توزيعهم حسب المجموع الداخلي للتخصصات. ففي بعض الطلبه لما بيجوا يخشوا تخصص التريكو بيبقوا متضايقين، لان هم عندهم مهاره الرسم وبيعرفوا يرسموا، فبيفتكروا ان هم لما يدخلوا التخصص هم مش هيقدروا يمارسوا هذه الهوايه. فانا عرفتكم طبعا لما كنا بنشرح المواد اللي هتؤخذ في الصف الاول ان لا، ماده الرسم الفني موجوده عندك، هتقدر تتخرج فيها كل مواهبك، ومش كده وبس، احنا كمان هنضيف اليك ان انت حتى اللي ما عندوش هذه الموهبه او عنده اساسياتها فقط، لا، هيتعلم ازاي يوجدها وهيتعلم ازاي يمشي فيها، بان احنا في اول حاجه عندنا في المنهج، يعني انت بتطلع بمحصله من الصف الاول الى الصف الثاني، محصله ازاي ارسم، زي مثلا بتتعلم يعني ايه خط، يعني ايه نقطه، يعني دي كلها عناصر اساسيه بسيطه جدا، عمر ما هتتخيل ان العناصر دي تقدر منها تعمل تشكيلات زخرفيه وهندسيه جميله جدا. مش كده وبس، انت كمان تقدر تعرف يعني ايه نقطه، يعني ايه خط، في حين ان ممكن تكون متخيل النقطه دي نقطه، ممكن تكون في مركز دايره، ممكن يكون امتداد لخط، لكن انا ما اعرفش ابعادها لا زخرفيا، اعرف بس ابعادها هندسيا. فده انت بتاخده في الصف الاول في الرسم الفني، والماده دي زي ما اتفقنا هي مستمره معانا لغايه الصف الثالث. يبقى انا في سنه اولى طالع باساسيات، هي اساسيات تعلم
ازاي ان انا ارسم عن طريق اول حاجه استخدامي للنقطه، وقلنا ان النقطه طبعا احنا النهارده مش بنشرح الماده او مش بنشرح الدروس الموجوده داخل الماده، احنا بناخد الفكره العامه عن هذه الماده، وبالتالي هبقى داخل وانا عارف الماده دي بتتكلم على ايه، لان في مشكله كبيره جدا اما بتبقى داخل اول سنه دراسيه بتبقى متلخبط هو يعني ايه رسم فني، الا اذا كنت واخده طبعا في سنه اولى، فبتبقى فاهم هو بيتكلم عن ايه، بس مش عارف المنهج في تانية هيبقى عباره عن ايه، هل هيزيد؟ هل هيقل؟ هل هاخد حاجات جديده ما كانتش موجوده في الصف الاول؟ فانا هبعرفكم فكره الماده النهارده، وبالتالي ابقى داخل سنه تانية وانا عندي فكره شامله للماده، فده هيساعدني على ان انا بعد كده اي درس هاخده ان انا هكون فاهماه وعارفه ايوه فعلا ده الماده دي بتتكلم عن 1 2 3 وهكذا. فكنا في الصف الاول خدنا العناصر الاساسيه لاي تكوين زخرفي او هندسي، وقلنا هو النقطه والخط، وقلنا ان النقطه ليها تعريفين هندسيا وزخرفيا، وان هي عباره عن وضع مجرد من الطول والعرض والارتفاع، نقطه ملهاش لا عرض ولا طول ولا ارتفاع، وخدنا عليها مجموعه من الاشكال الهندسيه وازاي ان احنا بنحولها وبنحورها وبنخليها شكل زخرفي، وقلنا ان تعريفها بيبقى زخرفيا بتلاقيه موجود في مثلا حبات الرمال، في مركز الدايره، زخرفيا في النجوم، لان كلنا لما بنشوف النجمه من بعيد بنلاحظ ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن نقطه، او الحصى او الرمال اللي موجوده، وهكذا من الامثله المتعدده على النقطه زخرفيا، او ان هي هندسيا بتقابل لو خطين اتقابلوا مع بعض هتلاقي في النص كده في نقطة، مركز الدايرة نقطة، الممسات هتلاقي خاصة لو قوسين هتلاقي بينهم وبين بعض نقطة. واتكلمنا طبعا ان الخط هنتعلم فيه تعريفه هندسيا برضو وزخرفيا، وقد ايه هو ليه الخط المستقيم ليه اوضاع، واوضاع يعني حركات، يعني مثلا افقي، رأسي، مائل، منحني، كل الحاجات دي قلنا هناخد فكرة عنها في الصف الاول، وانت طالع واخد فكرة عنها مش كده وبس وتم تدريسها، وكمان مش كده، ده انت قمت بعمل تكوينات زخرفية ليه للخط بجميع انواعه، وعرفت الخط المنقط الغرض منه ايه، والخط اللي نقطة وخط عريض الغرض منه ايه، طالع بكمية من المعلومات ومن المهارات للرسم اللي تأهلك ان انت تكمل في الصف التاني. طب هو الرسم الفني في الصف الثاني ايه الفكرة بتاعته؟ اولا هو بيكلمني عن انواع الوحدات، خلاص انت جاي عارف يعني ايه ترسم، يعني ايه توزع وحدة زخرفية، يعني ايه تعمل وحدة هندسية، فهو هنا بقى بيعرفك يعني ايه وحدات طبيعية، يعني ايه وحدات هندسية. احنا لو اتكلمنا عن انواع الوحدات اللي موجودة حوالينا في كل مكان هنلاقي هي مقسومة نصين، اما وحدات طبيعية موجودة في الطبيعة او وحدات هندسية تم تواجدها من طلاق مجموعة من الخطوط او من منحنيات او من الاقواس. تمام؟ تمام. فاحنا في المنهج بتاع الصف الثاني الرسم فني هنتعرف على الوحدات دي، اول حاجة عندي هي الوحدات الطبيعية. والوحدات الطبيعية زي ما اتفقنا من الكلمة من الجملة هي المستمدة من عالم الطبيعة، ومعظمها يحمل صفات الشكل الطبيعي الذي أخذت عنه، ويحتاج رسمها إلى كثير من العناية والدقة، وبتنقسم إلى 4 أقسام. تاني، الوحدة الطبيعية من الكلمة طبيعية يعني موجودة في الإيه، في الطبيعة، وهنا بيحتاج مني إن أنا أتعلم أثناء فترة الدراسة المهارة والدقة العالية جدا في ان انا ازاي ارسم الوحدات الطبيعية دي عشان لما تظهر عندي تظهر بجمالها وبرونقها، وبعض الاحيان كمان بنرسمها بتفاصيلها، وساعات بناخدها ونحورها ونعملها في اشكال زخرفية او ايات قرآنية او اي شكل بيجي قدامي ابص الاحظ ان دي ورقة شجر ولكنها معمولة بشكل محور على اساس مثلا ايات قرآنية. يبقى أنا عندي الوحدة الطبيعية هي موجودة في الطبيعة وبتنقسم إلى 4 أقسام. إيه الأقسام دول؟ أول حاجة وحدة زخرفية نباتية. وحدة زخرفية نباتية أيوة يعني موجودة من النبات، وطبعا لما أتكلم عن الوحدة الزخرفية النباتية هقول إن هي في منها زي الزهور، زي الورود، زي أوراق الأشجار، كل ما يتعلق بالنبات بجميع انواعه. يعني احنا عندنا مثلا ورقه الشجر ما هيش شكل واحد، لا
ده متعددة الأشكال، في منها الورقة القلبية، في منها الورقة المستقيمة، في منها الورقة المتفرعة، في منها الورقة اللي على شكل مجموعة من التفريعات، وطبعا في تفاصيل كتير جوه الورقة كمان بتختلف من ورقة إلى أخرى. ده بالنسبة لورق النبات. عندي إيه كمان؟ عندي من الوحدات النباتية في الزهور، الزهور والورود، وكمان عندي أشكال نباتية كتيرة جدا موجودة في الطبيعة. هقدر أتعلم إزاي أقوم برسمها وإزاي أقوم بتشكيلها وتلوينها. عندي بعد كده تاني حاجة من الوحدات الطبيعية هي وحدة الزخرفية الحية. ولما أجي أتكلم عن وحدة زخرفية حية دي هتشمل حاجات كتيرة جدا. إيه هي؟ هتشمل الطيور، الأحياء المائية، الحيوانات، والعناصر الأدمية. تعالوا نمسك واحدة واحدة. أول حاجة الطيور. طبعا الطيور بجميع أنواعها، عندنا مثلا مجموعة من الحمام، العصافير، النعام، الحاجات كلها الطائرة اللي بتسمى أو بتحط تحت مسمى الطيور تعتبر من الوحدات الطبيعية الزخرفية الحية. عندي كمان الأحياء المائية زي الأسماك والطحالب والحاجات الموجودة داخل الماء. عندي بقى الحيوانات بجميع أنواعها زي النمور والفهود والأسود والقطط والكلاب، كل حاجة تندرج وتتحط تحت كلمة الحيوانات. أما العناصر الأدمية هنا أنا بستخدمها كأشكال معبرة. ما معنى كلمة معبرة؟ يعني إحنا أبسط حاجة لو لاحظنا الرسومات الموجودة على الجدران عندنا في المعابد بتاعة الفراعنة أو القدماء المصريين، هنلاقي إن بعض الرسومات الأدمية بتمثل مثلا رقصة معينة، الفلاح وهو بيزرع، فدي اسمها ايه؟ اسمها رسومات آدمية معبرة، معبرة عن حالة رقص، حالة زراعة، حالة حرب، حالة نحت، اللي بعض الناس اللي بتبقى قاعدة وفاتحة بتقرا مثلا، كل دي اسمها عناصر طبيعية زخرفية آدمية، ولكن بستخدمها كرموز تعبيرية عن حالة بيكون موجود فيها هذا الإنسان. آخر حاجة عندي من الوحدات الطبيعية هي الوحدات الكونية. الوحدات الكونية ودي بتشمل كل ما هو موجود عندي زي الكواكب، النجوم، الشمس، القمر، كل حاجة تخص الكواكب والنجوم، فبقوم بإيه؟ برسمها. يبقى أنا أول حاجة عرفتها عندي من الوحدات الموجودة عندي في الرسم الفني هي الوحدات الطبيعية، وقلنا أنواعها وقلنا كل مثال لكل نوع. هنيجي بعد كده نشوف هذه الأنواع. يعني أنا لما أجي أتكلم وأقول ما هي أنواع الزخارف، هيقول لي في عندي زي ما اتفقنا زخارف نباتية، ودي مستوحاة من نباتات كثيرة، ولكن الوحدة الزخرفية هي اختزال لهذه النباتات. يعني أنا لما أجي أرسم وحدة زخرفية أنا بختزل هذا الشكل، برسمه زي ما موجود عندي في الطبيعة، حورته، رسمته بكل تفاصيله، رسمته مجرد يعني خطوط خارجية فقط. أنا ممكن من رسمة هندسية أحولها لشكل زهرة أو وردة، ودي الأشكال اللي موجودة عندي. يعني مثلا دي كده، دي شكل زهرة، دي أنواع من الزهور عندي طبعا مختلفة زي ما كلنا شايفين اهي قدامي، عندي كذا نوع وكذا شكل. طبعا الحاجات دي كلها أثناء العمل احنا اتفقنا ان دي مش شرح، لو شرح كنا رسمنا قصاد بعض دلوقتي وشفنا ازاي بقدر ارسم هذه الوحدة، لكن طبعا احنا بناخد فكرة عامة. يعني انا أثناء العام الدراسي هقوم بتعريف او ازاي ان انت ترسم او انت ترسمي هذه الوحدات. زي ما احنا شايفين دي انواع مختلفة للوحدات النباتية، دي هنا بعد تلوينها بالالوان بتاعتي تمام. ايه كمان؟ دي عندي لو مجموعة من الطيور برضو عندي بقوم الاول بالتعلم ازاي ان انا ارسمها، وبعد كده طبعا احنا خدنا في الصف الاول الالوان، كلنا خدناها طبعا في الصف الاول، وقلنا ان هي بتنقسم الى مجموعة من الالوان. في عندي الوان اساسية، في عندي الوان ثانوية، في عندي الوان ثلاثية. الالوان الاساسية اللي هي ايه؟ اللي هي ما بيتمش تكوينها، يعني ما اقولش انا هحط لون مع لون عشان اطلع اللون الازرق، وده من الالوان الاساسية. مش هضيف لون على لون او اخلط لون على لون عشان اطلع اللون الاحمر، مش هخلط لون على لون عشان اطلع اللون الاصفر. يبقى انا في سنه اولى اكتسبت مهاره الالوان الاساسيه اللي هي الازرق والاحمر والاصفر، وقلنا ان هي اثناء الشرح العام الماضي هي الوان لا يمكن يعني نتيجتها ما هياش من خلط الوان اخرى، ولكن هي الوان اساسيه موجوده في الطبيعه.
وخدنا كمان ان عندي الوان سنويه اللي هي ايه؟ اللي هي خلط تكوين الوان سنويه، يعني ان انا باخد لونين من الالوان سوري الاساسيه اخلطها مع بعض يطلع لي لون سنوي، يعني مثلا لو حطيت الازرق مع الاصفر يطلع لي اللون الاخضر، لو حطيت الاصفر مع الاحمر يطلع لي اللون الاورنج اللي هو البرتقالي، لو حطيت اللون الاحمر مع الازرق يطلع لي اللون اللي هو البنفسجي، يبقى عندي زي ما في الوان اساسيه عندي كمان حاجه اسمها الوان سنويه، ودي الوان بيتم انتاجها من خلط لونين من الالوان الاساسيه تاني مع بعض. زي ايه الالوان دي؟ اللون البرتقالي، اللون البنفسجي، اللون الاخضر. لو مسكنا اللون الاخضر هنلاقيه هو ناتج خلط اللون الازرق مع اللون الاصفر بنسب بنسب، وده بتعلمناه السنه اللي فاتت في الصف الاول. اللون البرتقالي وده ناتج من اللون الاحمر ضفت عليه لون اصفر فطلع لي اللون البرتقالي. اللون البنفسجي ضفت اللون الاحمر مع اللون الازرق بنسب معينه عشان يطلعني اللون البنفسجي اللي انا عايزاه، ودي بسميها الالوان السنويه او الالوان الابتدائيه. عندي الالوان الثلاثيه وهي ناتج من لونين اساسيين مع لون ثانوي زي الزيتوني وزي البني وزي الليموني. طبعا الليموني احنا لو فرطناه كده هنلاقيه عباره عن اللون الاخضر بس ضفت عليه الاصفر، يعني زودت عليه كميه اللون الاصفر، وده اتعلمناهم ازاي نطلعهم السنه اللي فاتت. خدنا كمان بالنسبه للالوان عشان اقدر في سنه ثانيه اشتغل الالوان دي في ملء التكوينات الزخرفيه اللي انا باخدها. خدنا التدرجات اللونيه ان انا ازاي لون اضيف عليه اللون الابيض يبتدي يتدرج لي من اللون الغامق الى ان اوصل الى افتح درجه فيه، وتعلمنا ازاي نعملها. مش كده وبس، احنا اتعلمنا كمان ازاي ادرج الالوان بالوان تانية بس تكون فاتحه، يعني ازاي ادرج اللون الازرق باللون الاصفر، ازاي ادرج اللون الاحمر باللون الابيض وهكذا. يبقى احنا السنه اللي فاتت خدنا كمان التدرجات اللونيه في الرسم الفني، واتفقنا ان احنا ليه بناخد الحاجات دي؟ عشان احنا هنطلع بالمهاره دي الصف الثاني نطبق كمان المهاره دي في تلوين الوحدات الزخرفيه او الطبيعيه زي الطيور وزي النباتات، حتى الرسم، حتى الوحدات الهندسيه. كمان خدنا ايه؟ خدنا السنه اللي فاتت دائره الالوان، واستفدنا من دائره الالوان في ان احنا عملنا ثلاث دوائر داخل بعضهم، ومسكنا قسمنا الدائره الخارجيه لثلاث اقسام حطينا فيهم الثلاث الوان الاساسيه وهو برافو زي ما انا سامعه كده الاحمر والازرق والاصفر، وجوه الدائره الثانيه عملنا ثلاث اضلاع كل مربع او كل تقاطع من الثلاثه دول بيشترك مع لونين موجودين اساسيين، يعني اللون الاورنج مثلا اللي هو البرتقالي حطيناه ما بين الاحمر والاصفر. جه عندي بعد كده جزئين في الدايره الثانيه وهو الجزء اللي ما بين الاصفر والازرق وده اداني اللون الاخضر، الجزء الثالث اللي هو ما بين الازرق والاحمر وده اداني اللون الثالث اللي هو البنفسجي، وجينا برضو في الدايره الثالثه. كل دي دائره الالوان، خدنا الالوان الثلاثيه اللي هي اللون الليموني، اللون الزيتوني، واللون البني، وبرضو حطيناهم ما بين التركيبات اللونيه اللي بينتج منهم. بعد كده كمان خدنا دائره الالوان واشتغلنا فيها خلال السنه الدراسيه السابقه ان انا ازاي اعمل تدرج لوني اما في شكل مستطيل او في شكل دائره، والحاجات دي احنا بنستفاد بيها في ايه؟ التدرجات اللونيه وان نعرف الالوان الاساسيه. ده احنا مش كده وبس، احنا عرفنا العام السابق الالوان البارده والالوان السخنه، وعرفنا ازاي الالوان المتممه لبعض والالوان المضاده لبعضها. كل ده احنا بنستفاد منه ايه؟ مش بس ان انا اقوي مهاره الرسم الفني عندي، لا، ان اقدر اعرف اختار التكوينات اللونيه. ابسط مثال في لبسي، ان انا ازاي اعرف ان اللون الفلاني لو استخدمته مع اللون الفلاني يطلع لي شكل جميل. مش كل الالوان اللي بتليق على بعضها، مش كل الالوان اللي بتدي مع بعضها شكل كويس، لا، ده انا اتعلمت ان اللون الفلاني متمم للون. يعني كلنا مش هنتخيل ان اللون الاحمر ممكن يليق جدا مع اللون الاخضر بدرجات معينه، ولكن لو بصينا في الطبيعه هنلاقي ان جميع الاشكال من الاشجار ومن النباتات ومن الزهور هتلاقي اللون الاخضر مع اللون الاحمر. اجمل شيء ممكن تشوفه اول كده ما تبص هتلاقي ايه الجمال ده، هتلاقي اللون اللي هو
الموف الفاتح ماشي مع اللون، يا سلام اللي لو فيه اصفرات، لو فيه يعني معنى كده ان انا تناسق الالوان وان انا اتعلم التدرجات اللونيه وان انا اتعلم الالوان بتاعتي هيخليني انسق كمان في ايه؟ في لبسي، ان انا اقدر البس كويس مش كده وبس. اي حد شاف والده او والدته هيبتدوا يجددوا من ديكور الشقه بتاعته، او ان شاف اخوه مثلا يتزوج فبيختار الوان، هتلاقي الشخص اللي هو بيجيبه علشان يعمل النقاشه زي ما بيقولوا كده، او ان هو هيلون الجدران بتاعه الشقه دي، جايب له عباره عن كتيب متقسم مستطيلات. لو بصينا كلنا جوه المستطيلات دي اللي بنقعد نختار منها هنلاقيها هو تدرج لوني للون الاساسي، او تدرج لوني للون الثانوي، او تدرج لوني للون، يعني معنى كده ان انا اتعلمت حاجة مهمة جدا، ان انا اعرف اختار ازاي التدرجات اللونية وايه اللي هيناسبها داخل المكان اللي هعيش فيه. مش كده وبس، من التدرجات اللونية اللي اتعلمتها في الصف الاول هتعلم هو في حجرة المعيشة احط لون ايه، في السفرة في المكان اللي هيبقى فيه الاكل احط لون ايه، في اوض في غرف النوم احط الوان ايه. يبقى انا من الالوان بتعلم ازاي الغرفه اللي انا هيكون فيها الوسيله بتاعتي ايا كانت، غرفه معيشه، غرفه طعام، غرفه نوم، حتى المطبخ، حتى الحمام، الالوان اللي اقدر اختارها تديني مساحه ان انا ابقى قاعد في المكان ده، لو هي غرفه معيشه في راحه نفسيه، في هدوء، برضو في غرفه الطعام الالوان اللي تديني احساس او قابليه للاكل وتفتح شهيتي، مش هستخدم الوان غامقه مثلا فتقفلني فتخليني، او الوان ما تساعدنيش على ان انا نفسي تبقى مفتوحه للاكل. ايه ده، معقوله كل ده من التعرف على الالوان وتدرجاتها واختياراتها واساسياتها؟ طبعا، لان احنا اتفقنا احنا بنتعلم في التعليم الفني بجميع انواعه خاصة التعليم الصناعي ان احنا نتعامل ازاي في الحياة بتاعتنا، ازاي نستفاد من كل المواد اللي احنا بناخدها في الحياة بتاعتنا ايا كانت بقى، الحياة العامة، الحياة الشخصية، الحياة الخاصة بالعمل. يبقى معنى ان انا خدت الالوان، خدتها علشان استفيد منها في ان انا ارسم الوحدات الطبيعيه بتاعتي اللي هتمتد لسنه تانيه وابتدي بالوانها، زي ما احنا شايفين ده الكلام اللي لسه قايله عليه، تدرجات اللونيه الجميله للون البنفسجي، وده قلنا ناتج من اللون الاحمر مع اللون الازرق، ده اللون اللبني برضو التدرجات اللونيه بتاعته، ده اللون الاخضر، طبعا ده اللون اللبني ده جاي منين؟ ده جاي من اللون الازرق، وتم اضافه اللون الابيض عليه بالنسبه اللي انا محتاجها عشان اطلع اللون الابيض الجميل ده. هناك برضو عند الطائر الجميل ده هنلاقي عندي مجموعه متداخله من الالوان، على اي اساس انا اخترت المجموعه دي؟ لان انا اتعلمت ايه الالوان اللي مع بعضها هتديني شكل جميل، شكل يخليني اما ابص على الوحده الزخرفيه دي لو شفتها قبل ما تتلون هلاحظ انها عاديه جدا، لكن بعد التلوين ادتني مساحه كويسه ان انا اعمل ايه؟ ان انا ابص لها واركز فيها وتشد انتباهي وتخليني اهتم بالوحده الزخرفيه اللي هي موجوده قدامي. يبقى مش بس الالوان بتساعدني على عمل تكوين زخرفي جميل بالشكل ده، لا كمان دي بتساعدني على ان انا الفت نظري. كلنا لو بصينا الالوان الهاديه الجميله اللي قدامنا دي يحصل لنا ايه؟ هدوء نفسي. هتحس لو انت عندك اضطراب عصبي او متعصب او اي شيء مضايقك، مجرد ما بصيت على مجموعه الالوان الهاديه الجميله دي لقيت نفسي هديت، اعصاب ارتاحت، يبقى بالتالي الالوان بتساعدني على ان انا كمان نفسيا ارتاح. طبعا دي مجموعه للعناصر الطبيعيه او الوحدات الطبيعيه، وتتمثل في اول وحده دي مثلا حيوانيه، زي مثلا ايه عندي مثلا ده مثلا فهد او النمر، فطبعا دي اشكال ليها. عندي هنا كمان اللي هي المائيه، زي ايه؟ زي الاسماك والشعب المائيه. طبعا تحت هنا الفراشه، الفراشه طبعا زي ما احنا شايفين، طبعا ده شكل مبسط للفراشه. احنا كمان هنتعلم ان احنا نلون اما بالوان او بقلم تحبير. قلم التحبير ده اللي هو القلم الاسود، واحنا كنا في سنه اولى في الرسم الفني برضو، لاحظوا قد ايه ان انا دخلت تخصص تريكو، ولكن انا حاسس ان انا
في قسم من الاقسام اللي بتهتم بالرسومات والفن زي قسم الزخرفه مثلا. طبعا هو مش هيبقى بنفس التعمق، ولكن على الاقل انا بمارس هوايتي اللي انا محتاجها. يعني انا مثلا هتعلم ازاي استخدم قلم التحبير زي ما احنا شايفين كده، ازاي ان انا استخدمه بعد رسم الوحده الزخرفيه او الوحده الفنيه بالقلم الرصاص، لونت بالالوان او بقلم التحبير. وعندي خدنا في سنه اولى انواع قلم التحبير او درجاته، زي بالظبط ما خدنا انواع القلم الرصاص. يعني تخيل القلم الرصاص اللي بتستخدمه في سنه اولى انت بتاخد انواعه ودرجاته، زي اتش بي او بي او اتش بدرجاته 1 أو 2 أو 3 وهكذا. الناحيه الثانيه دي سمكه بسيطه وجميله ملونة، يعني احنا رسمناها فوق طبعا بقلم التحبير فقط لا غير. تحت هنا انا اضفت عليها اللون كنوع من ان انا اشوف نفسي هقدر الونها ولا لا. وزي ما احنا شايفين كده، انا عايزة اقول لكم ان كل ما كنا لوننا الحاجة بحيث تناسب الموقف اللي هي محطوطة فيه كل ما كان احسن. يعني كل ما كانت الحاجة قريبة للبيئة المحيطة بيها الالوان بتاعتها تديها الناتج بتاعها الاحسن. طبعا دي لما كنا بنتكلم عن انواع الوحدات الطبيعيه كنا بنقول ان منها الوحدات الكونيه، زي ما احنا شايفين كل الكواكب الموجوده عندنا من اول المريخ للارض للزهره للمشترى، كل دي اسمها كواكب. عندي هناك القمر ودي تحت الشمس، كل دي اسمها وحدات طبيعيه كونيه. تمام. عندي طبعا دي احنا كنا بنقول من الوحدات الطبيعية هي كمان مين؟ الوحدات الأدمية. واتفقنا مع بعض ان هي بتكون بصورة معبرة، يعني انا بستخدم رسومات الانسان بصورة معبرة. وطبعا زي ما اتفقنا ان انا حبيت اجيب مثال، ابسط مثال عندنا احنا بنشوفه لما نروح في متحف او نتفرج على برنامج يكون بيتكلم عن قدماء المصريين او بعض الجدران اللي بيتم الرسومات عليها في اي متحف. زي ما احنا شايفين استخدم الوحدات الآدمية في رسم تعبيرات. عندي هنا الزرع، يعني احنا لو بصينا الاول الرسمة هنا بيبين لي الفلاح وهو بيزرع، دي كلها اسمها حاجات حياتية او يعني حاجات معبرة للي احنا بنستخدمه او اللي احنا بنعمله خلال حياتنا. وقدماء المصريين اول من استخدم التعبيرات الادمية في التعبيرات اللي ممكن نستخدمها زي الرأس زي الزراعة زي البنى. يعني نلاحظ هنا كده مثلا دي هنا زراعة، تحتها على طول دي مراحل تانية للايه للزراعة او الجني البقول او ازاي ان انا تحت هنا مثلا لي زي ما احنا شايفين كده برضو ده نوع من انواع التعبيرات. ايه تحت كمان دي الزراعة، هنا على جنب دي برضو بيعبر عن راقصة من الراقصات الموجودين في عند قدماء المصريين. كل ده بقول عليها وحدات طبيعية أدمية بستخدمها في صور معبرة عن مراحل الحياة اللي موجودة حواليا. كل ده كان كلام عن ايه؟ كل ده كان كلام عن الوحدة الطبيعية. اجي بعد كده هو انا كل اللي موجود عندي وبتعلمه بس هي الوحدة الطبيعية؟ لا طبعا، بعد ما بتتقن مهارتك في رسم الوحدات الطبيعية بجميع انواعها ببتدي بعد كده استخدم بقى واتعرف على الوحدات الهندسية. يعني ايه؟ يعني زي ما انت عملت وحدات طبيعية زخرفية بجميع انواعها، تعال معايا كمان نتعلم ونعرف الوحدات الهندسية. كلمة وحدات هندسية على طول تلقائي من غير ما تعرف ومن غير ما يتشرح لي هفهم على طول هي أنواع الخطوط، أنواع الدوائر، أنواع المضلعات بجميع أشكالها، مستطيل، مخمس، مسدس. ده أنا هخش كمان في الحاجات اللي هي بتبقى 3D زي متوازي المستطيلات وهكذا إلى آخره. يبقى معنى كده أن الوحدات الهندسية هي اللي بتنتج من ارتباط أنواع الخطوط كلها مع بعضها بجميع أوضاعه. ومش كده وبس، ده ممكن عن طريق كمان الدوائر والمثلثات والمربعات والمستطيلات إلى آخره. يبقى لما أجي كمان أتعرف على الوحدة الهندسية هقول هي عبارة عن إيه؟ هي التي تتكون من علاقات الخطوط والأشكال الهندسية والمضلعات المنتظمة والأشكال النجمية والدوائر وغيرها. وغالبا بقى إن الوحدات الهندسية دي تكون بتستخدم في تزيين الأشرطة، وده شكل من أشكالها. إن أنا أتخيل من وحدات
هندسيه طلعت الشكل الجميل ده. زي ما قلنا الشرح هيبين لي ازاي ان انا عن طريق الخطوط، يعني هنا انا استخدمت مجموعه من الخطوط مع بعضها، عن طريق الخطوط قدرت اعمل زهره باشكال مختلفه. احنا اتفقنا وحدات طبيعيه، الطبيعه نفسها بتطلع لي مجموعه من الورود ومن الزهور مختلفه الاشكال. ايش حال بقى لو انا عايز اتعلم وعايز ارسم؟ يبقى برضو هطلع مجموعه من الورود او الزهور بالاشكال المختلفه اللي ربنا جايبها لنا في الايه، في الطبيعه. فزي ما احنا شايفين كده، ده شكل الاول، ده شكل تاني، ده شكل، واللي فوق ده بعد التلوين. يعني كمان استخدمت اهو الاشكال، وطبعا هنتعلم مع بعض خلال العام الدراسي ان شاء الله ازاي اقدر ارسم الاشكال دي عن طريق البرجل. لو بصينا كويس قوي للعلم، الوحده دي بتطلع عن طريق مربع يتم تقسيمه ويتعمل على شكل مجموعه من الدوائر بتتقاطع مع بعض، يطلع لي في الاخر النتيجه اللي احنا شايفينها دي. وبعد كده بعمل حاجه اسمها ظل ونور عن طريق الالوان، ايا كانت الالوان، خاصه الخشبيه او الجاف، الجاف اللي هي فيها مجموعه من الالوان المختلفه. اقدر ان انا اعمل ظل ونور للوحده الزخرفيه الهندسيه بتاعتي وتطلع زي ما احنا شايفين. واحنا في سنه اولى هنتعلم يعني ايه ظل ونور. يعني ان انا لو انا برسم وحده زخرفيه ومحطوطه قدامي الوحده دي، لازم وانت حاططها وهتعمل لها ظل ونور تتخيل الاضاءه جايه لك من انهي اتجاه. يعني هل الإضاءة دي ساقطة من أعلى، من الأمام، من الجنب؟ ليه؟ علشان اتجاه الإضاءة هيخليني أقول إن اللي في وش الإضاءة هيبقى هو اللون الفاتح، وخلف الإضاءة أو كل ما بعد كل ما الإضاءة هتقل، وبالتالي هيبقى فيه ظل، وبالتالي الرسمة هتختلف من بدايتها. هيبقى التهشير بتاعي أو التلوين بتاعي خفيف، ثم بعد ذلك يبتدي التظليل بتاعي يتقل حسب اتجاه الايه؟ اتجاه الإضاءة، وبالتالي أقدر أطلع تظليل زي ما احنا شايفين بالجمال ده. طيب أنا عايز أعرف إيه كمان؟ في إيه أشكال هندسية كمان عندي؟ زي ما احنا شايفين، احنا لو دققنا كويس قوي في الرسمة اللي موجودة قصادي هلاقي في الأساس هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن دايرة زي ما احنا شايفين كده، دايرة. والدايرة دي قمت بتقسمها عن طريق البرجل، او ان انا حطيتها داخل مربع وقسمت محاور المربع ده من المنتصف. لما قسمت محاور المربع اللي موجود جواه الدايرة دي ابتديت اقسم الدايرة، باخد بالبرجل المسافة اللي تم تقسيمها وابتدي اقسم الدايرة الموجودة عندي، وعن طريق اسقاط الاشعاعات الاشعاعات والخطوط المختلفة طلع لي الشكل اللي تقاطع ده. ابتديت ابرزه لان طبعا بالقلم الرصاص ما هيبقاش باين، ابتديت ان انا اظهره باللون. وطبعا زي ما احنا شايفين الشكل بيظهر لما بيتلون اكتر. اللي هناك ده يبان كانه شكل صعب، لا بالعكس جدا، نفس الفكره بنفس التقاطع والتقسيمات اللي بيتم تقسيمها بالقلم الرصاص وبالبرجل وبالمسطره. وبعد كده انا بمسك الالوان بتاعتي وببتدي الون اتجاهات هذه الخطوط المستقيمه او المنحنيه، فبتديني الشكل الجميل. وزي ما احنا شايفين انا مختار مجموعه من الالوان المتناسقه مع بعضها. الالوان المتناسقه اللي انا اتعلمتها من الصف الاول دي نتيجتها يا سنه ان شاء الله سنه ثانيه باذن الله. زي ما انتم شايفين اتقنت الماده كويس قوي، اتقنت اللون كويس قوي، عرفت ان انا ازاي استخدم الالوان وادرجها واحطها في شكل تكويني جميل، احط ايه الالوان اللي احطها مع بعضها. اداني النتيجه زي ما انتم شايفين كده حاجه هاديه جميله تقصب العين راحه وتخلي الانسان وهو باصص على الشكل كانه 3D، كان الشكل قصادي ماسحه، همسكه كوره ممسوكه في ايدي، وهي في الاصل هي رسمه مسطحه، لكن عن طريق التقسيمات والخطوط بتاعتي والتلوين اللي انا اتعلمته في الصف الاول اداني شكل كان الشكل ده 3D، يعني شكل كده مجسم اقدر ان انا امسكه. طبعا دي كمان اشكال تانية من الوحدات الهندسية اللي ممكن اعمل لها تكوينات واحولها الى شكل زخرفي. قد ايه الاشكال جميلة، وزي ما شفنا لو دققنا كويس قوي بعد ما يتم شرح هذه المادة هتشوف الحاجات دي برؤية مختلفة. يعني ايه هشوفها برؤية مختلفة؟ يعني انا حاليا شايفة الله دي جميلة، ايه الالوان الحلوة دي، دي وحدات زخرفية حلوة قوي. لو ركزت كويس قوي انت تقدر تعملها. انا اقدر اعمل الشكل ده ببساطة جدا، عبارة عن مجموعة من الدوائر هتتعلمها ومجموعة من
الخطوط اللي بيتم عملها عن طريق البرجل، والتقسيمات اللي بتقوم تقسيمها عن طريق المسطره، والتلوين بتاعك. شوف الاساس التلوين بتاعك ظهر التقسيمات دي بعد عمل. يعني ممكن حد يعمل ايه؟ يعمل تقسيمات ويعمل الدوائر ويستخدم البرجل كويس قوي ويستخدم المسطره كويس قوي، ويجي يلون يا ساتر يطلع الشكل غير ما كان مطلوب منه نهائي. بالعكس ده ممكن يبوظه، والتعب والمجهود اللي اتعمل على استخدام البرجل او استخدام المسطره او استخدام القلم الرصاص بتاعي، والساعات اللي ضيعتها. طبعا احنا مش بناخد ساعات، لكن يعني الوقت اللي ضاع يروح على الفاضي. فانا عشان كده تم اعدادك في الصف الاول ازاي تكون الالوان، ازاي تستخدمها بانها تكون متناسقه مع بعضها. وعلشان كده فين المكان اللي احط فيه لون، فين المكان لا اللي ما احطش فيه لون، لان لو انت مسكت الوحده رحت ملونها كلها مش هيبان التاثير اللوني والشكل الهندسي الجميل اللي عايز اول ما حد يشوفه يقول ايه الشكل الزخرفي ده، مع انه في الاساس شكل ايه هندسي، مع انه في الاساس مجموعه من الخطوط مع بعضها. يبقى لما نرجع لرسمتنا تاني هنلاقي مجموعه الالوان هي اللي حددت الشكل اللي انا عايزاه. لما استخدمت اللون الاسود واللون اللي هو الموف وبعدين اللون البيج وبعدين الدرجات الجميله الخفيفه اللي جوه دي اللي زودتها باللون الابيض، ظهر لي الشكل اللي انا عايزاه. لو انتوا شايفينه ايه ده مجسم، هو مش مجسم، ده شكل مسطح تم استخدام البرجل والمسطره والتقسيمات بتاعتي اللي هنتعلمها مع بعض او اللي اتعلمناها في الصف الاول وهنزيد خبرتنا وتعلمنا ليها في الصف الثاني. طلع لي الشكل اللي اول ما اشوفه ده اقول ده شكل انا ممكن امسكه بايدي. ايه كمان عندي من الاشكال اللي قصادي دي برضو، ده عباره عن ايه الشكل مثلا اللي معمول باللون الاسود ده، ده مربع بسيط جدا او مستطيل، ضلعين كبار وضلعين صغيرين او مربع اضلاعه كلها متساويه. قمت بتقسيمها عملت محاور، كل اللي شايفينه قصادنا ده في الشكل اللي هو بالاسود اول شكل ده اللي هو فوق ده، اول لو بصينا عليه كويس قوي هنلاقي كل الخطوط الموجوده دي محاور تم توصيلها مع بعضها نتيجة تقسيم المربع اللي قصادي او المستطيل اللي كنت عامله. ابتديت اوصل بالمسطرة الاقي الخطوط دي مع بعض، اتضح لي الشكل الجميل ده. زلت المربع اللي هو الحدود الخارجية للرسمة وظللت بالظل بتاعي بقلم التحبير بتاعي وعملت التلوين اللي شايفينه كلنا مع بعض، او بالالوان الجواش باني اخترت اللون الاسود وخدت اللون الاسود ضفت عليه اللون الابيض عشان يديني الدرجة الفاتحه دي. جنبه نفس الموضوع، انا كل مهارتي اللي بستخدمها هي ازاي ان انا اقسم الدايره، وازاي ان انا استخدم البرجل، وازاي استخدم المسطره، وده زي ما اتفقنا هي مهاره استخدمناها في الصف الاول. استخدمنا لا انا مش فاكر، لا افتكر معايا ان في الصف الاول احنا عرفنا استخدم الادوات اللي بتستخدم اثناء عمل اي وحده هندسيه. يعني اول درس خدناه كان الادوات المستخدمه في الرسم بتاعي زي ايه؟ قلنا احنا بنستخدم المسطره بجميع انواعها، وقلنا انواع المساطر، قلنا ان بنستخدم القلم الرصاص وقلنا جميع درجاته، قلنا ان احنا بنستخدم المسطره بتاعه الدوائر، وقلنا ان احنا بنستخدم مسطره كمان حرف تي، وبنستخدم ادوات رسم منها البرجل والمنقله والمثلثات وكل الاشكال اللي ممكن نقدر نستخدمها في الرسم علشان نقدر نطلع الاشكال اللي موجوده قدامي دي اللي هي عن طريق استخدامي للتقسيم وعن طريق استخدامي للبرجل وعن طريق استخدامي للمسطره. وبعد كده التلوين طبعا بيضيف لمسه جماليه للشكل، ويا سلام لو الالوان دي متناسقه، يا سلام لو الالوان دي فيها تدرجات لونيه زي ما احنا شايفين كده في الدايره اللي تحت دي. دي في الاساس كانت دايره وتحولت بتقسيماتي برضو الى الشكل اللي احنا شايفينه، واللي جنبها دي معموله بقلم تحبير قد ايه جميله وقد ايه انت هتقدر تعملها وتكتسب مهارتها لما تركز، ولما احنا قلنا لازم اتقن العمل واستفاد منه كويس قوي واركز مع المعلم بتاعي. طبعا ده انا دلوقتي عايزه اعمل شكل بسيط جدا، فدي طريقه ازاي ان انا اعمل الشكل ده زي ما احنا شايفين كده قدامي. احنا دلوقتي هناخد مساحه ماشي وليكن مثلا 6 سنتي في 11 سنتي بالمسطره والقلم الرصاص، ده طبعا بسميه مستطيل.
زي ما احنا شايفين كده المستطيل ده، انا هقوم حالا دلوقتي بتقسيمه الى مجموعة من المسافات والمحاور، وبعد كده كمان هقوم بتلوينه. يعني دلوقتي هيوريني ازاي، واحنا قاعدين دلوقتي يا ريت نحاول مع بعض كده نشوف الطريقة ونحاول ندرب نفسنا لغاية ما نخش الى العام الدراسي ويتم شرح المادة وتقدر تعرف تعمل كل الاشكال. انا اخترت ابسط شكل ممكن يتعمل وابتدينا ان احنا نعمله زي ما احنا شايفين. هو بعد ما رسم المستطيل بتاعي، ضلعين كبار ضلعين صغيرين، طبعا المقاسات متروكة ليك، ابتدينا نوصل المحاور مع بعضها، كل محور بخط مستقيم. قسمت زي ما احنا شايفين كده كل ضلع زي ما احنا شايفين من النص، من النص يعني لو انت عامله 10 هتسيب 5 الناحية دي و5 من الناحية دي، والضلع اللي انت عامله 6 هتسيب من الناحية دي 3 ومن الناحية دي 3، وهنبتدي نقسم كل جزء ونوصل التقسيمات اللي قصادي دي كل نقطة بالنقطة المقابلة ليها. واحنا بنوصل نركز كويس قوي ان واحنا بنوصل نمر في النقطة بتاعت التقاطع بتاعة المحاور اللي سبق وعملناها. الشكل كده زي ما احنا شايفين يتقسم الى مجموعة من المثلثات. طبعا هبتدي اعمل ايه كمان؟ لا ده لسه، ده انا كمان هبتدي اقسم كل قاعدة للمثلث ده. يعني احنا شايفين كده كل قاعدة للمثلث ده هنصفها من المنتصف، يعني لو هي مثلا كانت 4 هيبقى 2 و2، تمام كده. يعني شوف انا الاول عملت ايه، وصلت المحاور الاساسية بتاعت الشكل، جيت بعد كده كمان عملت ايه، جيت بعد كده قسمت المستطيل بتاعي من جميع اضلاعه ورحت موصل المحاور بتاعته. مش كده وبس، كل قاعدة من المثلثات اللي تم انتاجها من هذا التقسيم قسمتها، لو كانت 4 يبقى 2 الناحية دي و2 الناحية دي، لو كانت زي ما احنا عاملينها مثلا 10 قسمناها 5 و5، الخمسة دي اتقسمت 2.5 و2.5، ده من كل القاعدة لكل مثلث ناتج عن طريق التقسيم قبل كده. وبعد ما بقسم زي ما احنا شايفين كل جزئية هقوم بتقسيمها، ده هيعمل لي ايه؟ انا بس بوريك مثال علشان قد ايه شكل بسيط جدا من تقسيمات لمستطيل بسيط جدا هيطلع لي الشكل، وهيخليني اشوف دلوقتي ايه ده، معقوله ده المستطيل البسيط اللي انا كنت رسمه يطلع لي الشكل ده؟ لكن احنا بعد كده طبعا هناخد كمان تشكيلات الدوائر. شايفين احنا عملنا ايه؟ بنوصل كل تقسيمه قسمناها بكل نقطه مقابله ليها بالمسطره والقلم الرصاص. طبعا الاول من الجنبين وبعد كده من اعلى ومن اسفل، هنبتدي نوصل برضو التقسيمات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده كلنا شايفين مع بعض. ويا ريت بعد ما نخلص نجرب، احنا بنمشي ايدينا لغايه ما العام الدراسي يبدا ونبتدي ان شاء الله باذن الله نشرح مع بعض ده عمليا ازاي هنعمله بالمسطره وبالقلم. وبالتالي انا عندي فكره وحاولت فيها اثناء اليوم اللي احنا فاضل لنا حاجه بسيطه ويبدا العام الدراسي. بص احنا كمان بعد ما قسمنا، لا طب ما نيجي كمان يلا نعمل محاور داخل المحاور اللي احنا عاملينها ونوصل نقط ببعضها، الشكل مش هتتخيله بعد ما ابتدي كمان هوصل قد ايه هيديني الشكل اللي انا هيطلع حالا. ومش كده وبس، ده الالوان كمان زي ما قلنا من شويه هتظهر لي هذا الشكل، وده شيء كمان هيعلمني الشرح بتاعه بعد كده. زي ما احنا شايفين ابتديت كمان اوصل المحاور اللي هي تقاطعت النقط فيها اللي هي المربعات والمستطيلات ببعضها. عايزة اوريكم الشكل ادي ايه، بصوا كده معايا ظهر، شايفين المنظر، شايفين الشكل بعد ما ابتديت اوصله. اي حد هيشوف هيقول الشكل ده اتعمل ازاي، وهيبقى متفاجئ جدا ان الشكل ده اتعمل كده ازاي. يعني هيقول ايه ده، لا ده صعب، ده انا ما اقدرش اعمله. لا بسهوله، واحنا مع بعض دلوقتي وصلنا مش كده. وابتدي بقى امسح الخطوط اللي انا مش عايزها، يعني انا دلوقتي اهو همسح كمان الخطوط اللي انا مش عايزها. ليه؟ عشان هبتدي الون. ونخلي بالنا احنا ممكن نتعب ونعمل الشكل بالقلم الرصاص، التلوين بتاعنا لو احنا مش فاهمين الالوان كويس قوي يضيع لنا الشكل اللي احنا اصلا عملناه. زي ما احنا شايفين ادي الشكل، حد يصدق ان الشكل ده في الاساس كان عبارة عن مستطيل وانا قمت بتحويله الى شكل هندسي زخرفي؟ بصوا بقى دلوقتي هنبتدي دلوقتي نلونه.
طبعا قبل ما الونه بجيب الالوان بتاعتي واحط نقط جوه كل مستطيل او مربع او مثلث عايزه الونه. يعني الاول احط نقطه عشان ما اتلخبطش، لان لو ابتديت ولونت على طول مباشره ده هياثر جدا على التلوين وهيخليني اتلخبط. لكن زي ما احنا شايفين كده مع بعض، انا الاول حطيت علامه نقطه للون الاول، وبعد كده رحت عامله علامه اكس للون الثاني عشان لما اجي الون هيبقى سهل ان انا ابتدي الون الحاجات اللي انا اللي انا حددتها. زي ما احنا شايفين كده هبتدي بقى دلوقتي اعمل ايه، اخد بقى اللون لكل لون انا حطيت علامه ليه وابتدي ان انا الونه. هنشوف مع بعض التلوين، وطبعا هنتعلم ونتدرب خلال العام الدراسي على ازاي اختار اللون واحطه فين، وبعد كده بيترك ليك العنان ان انت بقى تبدع. ما انا بعلمك واحطك على الاساس واقولك يلا ابدع بقى، خرج لي حاجات يمكن انت تطلع حاجات احسن من اللي انا علمتها لك. وهي دي المهاره اللي بتكتسبها اثناء التعلم، ان هي مهارة ازاي ان انا كمان ابدع، ازاي اطلع انا نفسي الحاجات اللي انا ممكن يكون فهمتها وكمان انا الف وابدع عليها. زي ما احنا شايفين كده انا دلوقتي بلون كل مكان حطيت فيه درجة هذا اللون. طبعا ممكن استخدم الوان جواش، ممكن استخدم الالوان الجاف، ممكن استخدم الالوان في الماستر، اهم حاجة تكون نوع كويس. ادي اللون التاني اللي انا حطيت له علامة الاكس زي ما احنا شايفين. قد ايه الوحدة شكلها ابتدى يختلف نهائي، مش ممكن، معقولة دي الوحدة اللي كانت عبارة عن مستطيل؟ اهي هنكمل، دي الدرجة الغامقة من اللون التاني زي ما احنا شايفين كده مع بعض. انا دلوقتي اهو بلونها تمام. يا سلام كمان لو اتعمل الشكل ده زي ما احنا شايفين كده، لو اتعمل بقلم التحبير، يعني انا ممكن ملونوش، انا ممكن اعمله بقلم التحبير، يعني مربعات سودا ومربعات بيضة. ده في بعض الاشكال اللي هي بحدد مستطيل والمستطيل ده اقسمه من كل جانب 1 سنتي، وبعد كده اوصل بخطوط يعني خط منحني، يعني خط مستقيم مائل. كل نقطة انا يعني كل سنتي انا قسمته هوصله بخط مائل، وبعد كده بجيب مسطرة الدوائر اعمل دايرة فوق الخطوط اللي انا موصلها وعامله لها سمك، وابتدي الون الخطوط دي لون فاتح لون غامق، واجي عند الدوائر اللي انا عملتها فوق الخطوط المستقيمة الونها بلون فاتح وغامق برضو، بس اللون الفاتح في المستقيم في الخطوط المائله يكون بغامق جوه الدايره. كل ده ان شاء الله اثناء الشرح واثناء العام الدراسي احنا هنعمله مع بعض. احنا كده يبقى عملنا ايه؟ احنا خدنا ازاي ان انا بالسهوله جدا، انا بمنتهى السهوله لاحظنا كلنا ان عملت شكل هندسي زخرفي بمنتهى السهوله، عباره عن مجموعه من الخطوط، قسمت محاور، وصلت المحاور دي كلها ببعضها. بعد كده على طول في منهجنا هناخد حاجة اسمها التكرارات. ويعني ايه تكرار؟ تكرار يعني شكل بقوم برسمه وحدة كده انا بختارها بقوم برسمها واخدها، اما اعملها في شكل افقي، اما اعملها في شكل رأسي، اما اعملها في شكل مائل، اما اعملها في شكل منحني. يبقى التكرار هو عبارة عن تكرار الجزء اكثر من مرة، والهدف من ذلك هو التأكيد على مدى أهمية العنصر اللي تم تكراره. وده بيثير الاهتمام، يعني يخليني الله ايه الجمال ده. طب ايه انواع التكرارات؟ عندي التكرار العادي زي الافقي والرأسي والمائل والمنحني، وفي كمان التكرار العكسي. هنشوف كده اشكال اهي مع بعض لمجموعة من التكرارات. زي ما احنا شايفين ده كده تكرار افقي، اللي جنبه ده تكرار رأسي، اهي دي برضو بقى تكرار افقي بعد ما لوناه، يعني انا التكرار لونته تمام. تمام، يبقى احنا النهاردة خدنا في مادة الرسم الفني خدنا مع بعض ايه يعني ايه رسم فني. طبعا في سنة اولى كنا خدنا مجموعة كبيرة جدا من المفاهيم ومن المعارف، واتعرفنا على العناصر الأساسية والألوان والتكوينات الزخرفية والرسم التنفيذي اللي ممكن ننفذه على المكنة بشكل مبسط. كمان
الترم السنه المرحله الثانيه بعد كده ان انا في الصف الثاني بتطلع معايا ماده الرسم الفني، وابتدي زي ما شفنا اخد عناصر جديده واخد الوان جديده وابتدي ان انا انفذها واخد مهاره كمان جديده في الرسم الفني. عندي كمان مواد كتير بعد كده غير المعدات والتراكيب والحاسب والامن الصناعي والتخطيط والمقايسات، هناخدها ان شاء الله مع بعض خلال العام الدراسي. اتمنى لكم كل خير والى اللقاء.